يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي بإياب نهائي دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أفريقيا في إن شاء الله النادي الأهلي كده يروح كأس العالم للأندية ويلعب بطل أبطال أوروبا في 11 صباح الغد الجمعة بتوقيت المغرب الواحدة بتوقيت القاهرة. ويقام الاجتماع الفني بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي بالمغرب حيث يحضره من الأهلي الثلاثي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، كابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي، والكابتن ماهر عبد العزيز اداري الفريق. ومن المقرر ان يتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على زي الفريقين وبعض الامور التنظيميه الخاصه بالمباراه، وعلى راسها موعد حضور الفريقين للملعب والاطمئنان على كافه الامور المتعلقه بتامين بعثه الاهلي وجماهير الفريق. وعشان نعرف تفاصيل اكثر بينضم لنا من المغرب مباشرة زميلنا أمير هشام. أمير، أوصف لنا إيه آخر أخبار بعثة النادي الأهلي في المغرب، وأوصف لنا حالة اللعيبة وأيضا الجهاز الفني إزاي بيفكر في قيادة اللقاء. يا محمد، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا من هنا في المغرب وبتحديد مدينة كازابلانكا بيستعد النادي الأهلي للمباراة النهائية وبتحديد إياب دوري أبطال أفريقيا، وهي أكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، بالنسبة للجهاز الفني، بالنسبة للاعبين. طبعا النهارده هيكون في أول مران بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للاعبي النادي الأهلي. المران هيكون بالظبط بعد حوالي أقل من ساعة من الآن. لاعبي النادي الأهلي في هذه اللحظات بيستعدوا للنزول عشان يستقلوا طبعا الأتوبيس الخاص بهم في الاتجاه لأحد الملاعب الفرعية هنا عشان يستعدوا من خلال مران اليوم طبعا استعداد قوي لمباراة بعد غد أمام فريق الوداد المغربي. لكن خليني بالتحديد أتكلم على الأجواء هنا يا محمد. يعني خليني أقول لك إن في ترقب كبير جدا من جمهور الوداد، من كل الجماهير بشكل عام هنا في المغرب، بالتحديد جماهير الرجاء وجماهير الوداد المغربي، كله منتظر هذه المباراه. عندهم حاله تفاؤل كبيره جدا بالفوز على النادي الاهلي بعد ما قدروا ان هم يتعادلوا في المباراه الاولى بنتيجه 1-1، بالتالي هم شايفين ان عندهم فرصه كبيره ان هم يفوزوا بهذه المباراه، وده اللي ان شاء الله يعني ما يحصلش. لكن متعصبين جدا جمهور الوداد المغربي، ودايما شايفين ان هم اقرب للفوز بهذا اللقب. في المقابل جمهور الرجاء يعني معظمه بيساند النادي الاهلي، معظمه بيدعي النادي الاهلي ان هو يفوز في هذه المباراه، واحنا بندعي اكيد معاهم ان شاء الله، نتمنى النادي الاهلي يفوز بهذه المباراه. نتكلم عن الفرقه ونقرب شويه من الفرقه. النهارده كان في محاضره اولى من كابتن حسام البدري في اطار المحاضرات اللي بيعقدها طبعا خلال الفتره الاخيره قبل هذه المباراه الهامه. النهارده كانت المحاضره عقب الموعد الغدا مباشره، المحاضره اكيد كانت هامه، اكيد كابتن حسام البدري تناول فيها العديد والعديد من الامور الهامه اللي تخص هذه المباراه، سواء من النواحي التكتيكيه، من النواحي الفنيه، وايضا السيناريو اللي ممكن يبتدي بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه الصعبة أكيد طبعا، خصوصا بعد نتيجة الذهاب. لكن بشكل عام كل لاعبي النادي الأهلي جاهزين بشكل كبير جدا لهذه المباراة، كلهم عندهم حافز قوي، عندهم دافع قوي إن شاء الله إن هم يقدموا مباراة كبيرة، وبالتالي إن شاء الله يفوزوا خلال مباراة بعد غد أمام فريق الوداد المغربي، خصوصا ان كل جمهور النادي الاهلي في انتظار هذه البطوله، وخصوصا كمان بعد توافد عدد كبير من جمهور النادي الاهلي في المران الاخير قبل السفر للمغرب. كانت اعداد كبيره جدا، كله كان بيساند النادي الاهلي، بيساند الفريق، بيساند كابتن حسام البدري علشان طبعا يفوزوا بهذه البطوله، واكيد كانت مسانده معنويه مهمه جدا من كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله بكره هيكون في مران اخر واخير كمان للنادي الاهلي هنا في المغرب، وبالتحديد ملعب محمد الخامس هو الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال هذه المباراه. خليني ايضا اطمن كل جمهور النادي الاهلي على لاعبي النادي الاهلي المتواجدين في المعسكر. زي ما احنا عارفين 22 لاعب المتاحين الكابتن حسام البدري هم اللي بالفعل سافروا مع بعثه النادي الاهلي الى المغرب في ظل غياب كل من صالح جمعه وحسام عاشور وعلي معلول، لكن ال 22 لاعب جاهزين بنسبه كبيره جدا لاداء هذه المباراه من جميع الجوانب ومن جميع النواحي، سواء بدنيا فنيا، مفيش حد الحمد لله مصاب من 22 لاعب. اكيد غياب الثلاثي اللي قلت عليهم يا محمد هيكون غياب مؤثر، لكن كابتن حسام البدري ولاعبي النادي الاهلي قادرين بشكل كبير ان هم يتعاملوا بشكل جيد مع هذه الغيابات، ومن ثم ان شاء الله الفوز في هذه البطوله او هذه المباراه واهداء هذه البطوله لكل جماهير النادي الاهلي اللي بينتظر هذه البطوله بفارغ الصبر. ان شاء الله هتكون بطوله جديده تضاف لبطولات النادي الاهلي على مدار تاريخه. عوده لك يا محمد.